سامينا يا جماعة 45 بس الربع، يعني الكيلو بكم؟ 180 جنيه. الكيلو ب 180 جنيه يعني المقاطعة نجحت. يعني المدينية نجحت والمقاطعة نجحت. عزيز زول ب 45 زول دار يشتري ما ب 45 بس زول دار يشتري ما الدار داير ما داير تمشي طوال. عزيز زول دار يشتري ما 45 من 300 جنيه ل 180 جنيه الربع ب 45 زول داير ما دي المقاطعة الدارينها يا جماعة مدنية.